الخبر الاول اللي عندنا، اوكي قبل ما نبدا المقطع يا حبايب اتمنى ان وصل هذا المقطع 50,000 لايك لانه حيصير حرب. بالبدايه خليني اشرح لكم شنو اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا حاليا. الاغلب بدي اشوف انه انا اللي قاعد اطلع ودا افضح بالناس ودا احط اشياء غلط وهم ما مدققين بي ولا حاشين علي، ولكن هذا الشيء غلط يا حبايب. فانا بعمري ما اضر شخص اذا ما حاول انه هو يضرني. هو من المتابعين طبعا يطلبون من عندي انه ارجع لمحتواي القديم، والصراحه هذا الشيء انا اريده، ولكن محتواي القديم شيء يمكن انتم ما تعرفوا انه اليوتيوبر دي يحاولون يضروني من خلاله ويقفلون قناتي من خلاله. منهم هذول اليوتيوبر منهم نور ستار، ماكو اي شيء بيناتنا او اي مشكله، ولكن بعد ما التقت بانس وبيسان امبارحه انطت كوبي رايت سترايك على مقطع نازل من 6 شهور ردت فعل على اغنيتها. ما ادري شنو هذا الحقد اللي عندهم، رغم انه نور ستار اساسا من كل سنه السنه يلا نقول لها خبر معين وما يكون باي اساءه لها، ولكن من الواضح انه ام بيسان لعبت باقل يوتيوبر عنده 19 مليون مشترك عم تحرض علي. هاي بالنسبه لنور ستار، ولكن بالنسبه لمايا جمال فهي الشخص ما راح يهتم له، كل اسوي مجرد تطلع بلايفات وتصير تسب وتشتم، رغم ان الاغلب اساسا عارف حقيقتها وعارف الوساخه اللي بيها. وبنفس الوقت اساسا حنزل لكم مقطع اليوم احباكم الوساخه مالتها. اما بالنسبه لانس وبيسان رغم انه هذه الفتره انا اساسا تاركهم وما مستلمهم مثل قبل، اللي انطوني 6 كوبي رايت سترايك ومنهم مقطع جايب مليون مشاهده، وكل هذه الابلاغات كاذبه يعني ما لهم اي حق اساسا ينطوني اياها. كلهم من الواضح انه بس يحاولون انه يسكرون قناتي، وهذا الشيء لو يموتون ما راح يصير. واساسا رابط قناتي الثانيه حباب بالوصف خليني اوصلها اكبر عدد ممكن. هم طبعا يسوون هذا الشيء يعني مداخل ويا شركه، ولكن ان شاء الله حتدخل ويا شركه وطن وهي حترد على كل هاي الاستراكات الكاذبه حيتعاقبون عليها. فكل الاشياء انتم ما تعرفوها وقاعدين بس تتهجمون، لكن قبل ما تهجمون يا حبايب لازم تعرفوا مثلا انه عمار هم بيصرف على قضيه، رغم انه اساسا عمار بعمره ما حاكي عليها، مجرد هو يحكي على انس الشايب رفعوا عليه قضيه ويحاولون انه يضروه ويدخلوه السجن ويضروه مستقبله. ورغم انه هذه الفضايح اللي عندنا سواء انا من نشرتها او عمار من نشرها فهي راح تنتشر ما دام انتم مفضوحين اساسا من السوشيال ميديا. واساسا اللي متابع القصه من البدايه وشايف كل المقاطع اللي نزلتها اتوقع واضح عليه كل الفكره، انه هم اللي بادين بكل شيء من اول مره جوي علي وصاروا يهددوني بالسجن وقفلوا قناتي، وانا اساسا ما كنت انشر عليهم فضايح ابدا. ورغم هذا اساسا تركتهم 14 يوم لانه رجعوا طلعوا بلايف وصاروا يسبون علي ويسبون على اختي. صراحه حبايب هذا المقطع انا ما طلب منكم اي شيء غير ان تحجون ضميركم، هذا الشيء انتم ممكن ما تعرفون بيه اللي قاعد يصير خلف الكواليس من حاول الضرر لنا ودخولنا للسجن وغيرها وتحريض يوتيوبر مثل نور ستار قياده ام بيسان، وما ادري من اليوتيوبر الباقيين اللي حيحرضوهم علي. رغم اساسا اني ما ضارهم مثل نور ستار انا بعمري ما حكي عليها، ولكن اعتبر انه هذا المقطع مجرد انذار بسيط انه يوقفون هذه الاشياء اللي سووها ويتحدون قدام السوشيال ميديا ويحاولون يقفلون قناتي على مود يعرفون انهم مفضوحين وما يريدون هذه الفضايح تطلع للناس. وانا بعمري ما حاول افضح شخص اذا ما هو اندق بيا وحاول انه يتعرض لي، واني واثق انه بال 400,000 متابع اللي عندنا نقدر نواجه كل الملايين اللي عندهم اللي ما راح اقول غير الا انهم جابوها بالكرامه، وانا قدرت اجيبها بتعبي وبكل السهر ليالي على مود اسوي لكم مقطع حلو واثق بيكم انه انتم راح تردون عليهم اليوم. وطبعا بالنسبه لجواني فنزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات صار يهدد بيها بيسان وانس وغيرهم انه الحد يندق بي شخص هو ما متدخل بيكم لا تتدخلون بي الا حيطلع ويدعس الكل. راحتكم من الستوريات تشوفوها. يسعد لي مساكم، كلام مهم لكل متابعيني واتمنى ينتشر هذا الكلام بكل مكان. اوكي، من فتره صارت معنا مشكله، ردينا ردوا، انا من ناحيتي سكرت القصه خلاص. اوكي، انا حطيت الرد اللي عندي الرد المناسب ووضحت الناس عندي خلاص. اوكي، المهم رسالتي حاليا، رساله كثير مهمه لليوتيوبر وللناس اللي عم تحاول تستغل اي اسم اي شغله اي موضوع قديم جديد، مهم مشان يكتب بس محمد الجواني او يكتب اي شيء مشاهدات. لما المشاهدات تبعت لك طريقه كثير غلط، بكثير غلط، تمام؟ انا فيني اذيك، اول شغله اسمي له حمايه. اثنين، انت عم تقارن حالك بمتابعيني، انا الستوري عندي حاليا بوصل 200,000 متابع. انت هدول الناس لحالهم اذا بدخلوا على المقطع تبعك بقول بس فيه بتغرق بدك ثلاث ايام وانت عم تسبح بالبزاق تمام. مشان هيك يا ابن الحلال يا تضبوا حالكم، المشكله كانت معي. خلاص بدي كفي يا اخي، بس بدي كفي جوان 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 جوان. مشان هيك يا حبايبي ما راح اطول الستوريات، رسالتي اول رساله راح اوجهها لكلاب الشهره. بكفي تلم مشاهدات على اسمي، تمام؟ بكفي ما راح اطلع عبرك، اليوم انا ما راح اطلع عبرك مو من شان بفكر انه خوفة منك، لا، انا محترم انه عندي منصه فيها 4 مليون متابع، هدول عائلة واخوة واهل، انا ما عم بدخل على مقاطع بشوف الناس بتحط لي 100 و200 و300 الف لايك ودعم، والناس كومنتاتها كلها ما عم توصل كومنتات 200 و300 الف كومنت، هدول الناس انا ما بخجلهم ولا بوجه راسهم بناس تافهه مثل حكيتها. مشان هيك رسالتي لاهلي وحبايبي ومتابعيني، اي حدا بتشوفهم بعد اليوم عم يحكي عليه بتعطيه ديسلايك وبتقول له جواني مو معبره، ضب حالك يا كلب الشهره اللي جاي تنشهر بس على اسم الزلمه. هاي رساله واضحه لكل شيء يوتيوبر، انا ما عم عمم اسم حدا، كل حدا راح يطلع من بعد اليوم يحكي على اسمي. نصيحه لا تستخدم مقطع من مقاطعي، لانه لحد الان انا كنت ابن حلال معكم، من بعد اليوم راح امسح الارض فيكم فعليا. انا الاسم اللي جمعته والعائله اللي جمعتها صار لي 5 سنين، لا انت ولا اشكالك تحسن تهزني 1%. انتبهوا على حالكم يا اولاد. محاولاتهم مليانة بهبل وفشل، كل ما انطفوا بينكشون اللي عملوا ضجة. بس والله يا حبايب اتمنى هذا المقطع يوصل فعلا 50,000 مشترك، وتفهموهم انه هذول الاشخاص اذا تحدوني راح يصير شيء كل كبير عليهم، وما اتوقع انهم قد هذا الشيء. بس جاكم فيزين، مع السلامه.